ومن المسائل أيضا إن من قلة الأدب أن تعارض فتيا عالم بفتيا عالم آخر. إياك في مجلس الإفتاء وبيان الحكم أن تقول الشيخ الفلاني يعارض فتياك، العالم الفلاني قال بخلاف ما تقول، فإن هذا من قلة الأدب التي تحتاج إلى تعزير صاحبها وإلى معاقبته، لا سيما إذا كان من طلبة العلم الذين يعرفون كيفية التعامل مع العلماء ويعرفون أن هذا من مجانبة الأدب مع العلماء. إياك، خذ فتوى هذا العالم سواء قبلتها أو لم تقبلها، ولكن إياك في مجلس تعليمه وإفتائه أن تقول إن الشيخ الفلاني عارض فتياك بكذا وكذا. ولكن لك أن تقول ما قولكم يا شيخ في من قال كذا وكذا، فكيف الجواب عنه من غير نسبة الفتيا إلى صاحبها؟ لأن مقامات العلماء مقامات انتفاع وبيان، ليست مقاما يضرب بعضه بعضاً.